انت لازم تبطل شيشة يا بابا. حاجات كتير لازم ابطلها مش الشيشة بس يا بنتي. زي ايه؟ الواحد طول ما هو بصحته وحسه عالي بيتكبر على عيوبه وغلطاته، لكن لما بيحس ان الاجل قرب بتتقلب الآية وبيظهر قدام عيوبه وبيحس بحجمه الحقيقي. من شوية يا غزل قبل ما تيجي جاري عشان تنجديني تجيبيلي دكتور وعلاج، كنت حاسس اني بموت. كل اللي كان شغلني وانا ازاي اموت من غير ما اعتذر. ايوه يا بنتي اعتذر، انا لما كان نفسي مش طالع فجأة شفت الصح صح والغلط غلط بمنتهى السهولة. مين ممكن يتلخبط بالابيض والاسود؟ فجأة يا بنتي شفت كل حاجة واضحة قدامي، كل حاجة واضحة. وده لأن طمع الدنيا اللي حسيت إني سايبها ما بقاش شاغلني. كل اللي كنت شايفه هو أحسن ربنا. كل اللي كان شغلني أنا واقف قدامه وتسألني عني وعن إخواتك، هقول له إيه؟ أنا غلطت كتير أوي أوي يا بنتي في حقك وفي حقه كلهم. اوعي يا بنتي اموت واسيب الدنيا دي ما تسامحوني كلكم، وانت اولهم. سامحيني يا بنتي. مسامحاك يا بابا. سامحيني. مسامحاك والله العظيم مسامحاك. 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 سامحك سامحك. اهدى اهدى اهدى، هتبقى كويس ان شاء الله، هتبقى كويس. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجه تفوتك.